في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها وتزامنا مع شهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين، أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان أن الوزارة بدأت بتوزيع وحدات مشروع البسيتين الإسكاني على المواطنين المستفيدين، وذلك مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وقامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المستفيدين من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة في ثالث أيام العيد لإتمام إجراءات تخصيص وحداتهم. وأشار الحيدان إلى التزام الوزارة بتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع كافة الوحدات السكنية التي أمر بها سموه حسب الجدول الزمني المخطط، وذلك باستقبال المواطنين المستفيدين بمختلف المشاريع الإسكانية على دفعات منظمة متتالية حتى نهاية أغسطس المقبل. وثمن المواطنون أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية متوجهين بالشكر إلى الحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم واهتمامها ومتابعتها للخدمات الإسكانية لتوفير السكن الملائم للأسرة البحرينية. ولله الحمد تمت عملية توزيع مشروع البسيتين الإسكاني بنجاح، وهو أحد المشاريع المعتمدة للتوزيع ضمن خطة توزيع 5000 وحدة سكنية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية. طبعا عملية توزيع مستمرة حتى في أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حرصا من القيادة على توزيع هذه الوحدات بأسرع وقت ممكن. أشكر جلالة الملك على العيدية، مثل ما يقولون شيء كبير فرحتنا ما توصف، في حصولنا على بيوت الإسكان في منطقة البسيتين.